السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال. بدي لكم هنا لا فيديو. بصراحه من الليل كانت جاتني هذه القضيه، ما خرجتش انا بصراحه، كنت غنخرج في اخر لحظه وعجزت. وانا نتفكر ديك القضيه ديال مرجان، كان دايرين ليفريزون غراتوي بالنسبه للتقضيه، وقلت نتقدى. انا اصلا نتقدى غير شي حاجه قليله، يعني ماشي بزاف، ما بقيتش كنبغي نتقدى التقضيه ديال الشهر. كان بغيت نتقدى زعما سيمانه بسيمانتها ولا غير 15 يوم. هنا كان بحال جابها ليا ليفرور تاع الدار. قلت علاش ما نشاركش مع البنات، باش فهمت هكا يا بنادم تقدر يبغي يكون باغي تسخر، يكون ما عارفش نقولها زعما اللي عارفين يشوفوها باش يستافدوا من هاد القضيه ديال ليفريزون. راه فابور ما غاديش يخلصوا عليها، وتمام بحال كانهم كيمشيو للمرجان وكانوا غيمشيو للمرجان. انا بقيت كنفكر، كنقلت انني باش نمشي انا للمرجان، بما انه مرجان انا بعيد عليا، يعني اذا بغيت نمشي خاصني وبغيت نمشي في العشيه راه خاصني اكثر من 50 درهم ديال الترونسبور. دونك قلت انا هذيك 50 درهم زيد فيا نتقدا شنو خاصني. المهم خديت شي حاجه، خديت الكفته اللحم، خديت انا ديك الكرواسون، خديت البان دومي، هذه الشيبس غير باش نشد بها ليا انايا. وخديت هنايا هاد لي مادلين، هاد بصراحه تعجبوني باش كيكونوا برومو. خديت منهم خديت منهم 12. تقولي لي علاش ما كديريهمش؟ كاينين كاينين هادي الهضره دغيا كيتنكلو مع صغيورين دغيا يمشيو وتديهم مش هاد. اصلا العطله قريبه، خديت هنايا الشاركوتري، وخديت سميتو دراش طراجي، خديت مي مشات ما خديت لها العصر كانت كديه مع المدرسه. خديت هنايا الريكوتا، صراحه كتعجبني المذاق ديالها، عجبني الريكوتا. خديت الطون تاع الزيت، راه كيف كتشوفوا راه ما واخداش شي كونتيتي انايا خمارات ديال الحلوه. وخديت شي حاجه ما بين الديسير ما بين الخضره، انا خديت هنايا الليمون، خديت غير كيلو، ما قلت لكم ما بغيتش ناخذ كونتيتي كثيره في التقضيه غير اللي يكفيني. واصلا جايه العطله السيمانه الجايه، يعني غنبغي نمشي لدارنا. خديت هنا البنان صراحه زوين، وحتى الكاليتي ديال الخضره والكاليتي ديال الديسير وكل شيء جاني انا صراحه مزيان. خديت الروز، قلت باش نطيب به هنيك الغدا غدا الجاد باش ديه معاها. هذا الفيديو انا راه صورت لكم السيمانه اللي فاتت، لا غنقول لك انت وريتي دابا العطله انت كطيبي لها الغدا ديالها، راه صورت لكم السيمانه اللي فاتت. يلاه كتاب انني باش ندير ليه المونتاج ونحطو لكم. خديت هنايا الكورجيت، صراحه زوينه عجبتني اللون ديالها، وبقى طريه زوينه صراحه، زعما ماشي وصلتني اللي كان قالوا، بما انه كيقولوا انهم غيصيفطوا غيليفريو للدار ما غيشوفش الكليان حتى عتوصلوا، ولكن الكريتي ديال كلشي عجبني. انا خديت بطاطا حمراء وبطاطا البيضاء، شنو اخر خديت؟ انا حتى نسيت شنو خديت، يلا كنشوف معكم وكنقول لكم شنو خديت. المهم الخيار، خديت كيلو ديال الخيار، صراحه كيعجبني، كنحتاج ان نشاد دي مع المدرسه، وفي نفس الوقت انا كيعجبني ناكلو، يعني هو من نيت من الخضره ديال لي سالاد اللي كنقدر انا ناكلها. بحال هكا ما عطيتش انا، ما كناكلهاش خضره، ما كناكلش بصله خضره، فهمتي؟ يعني كناكل غير الخس، خيار، يعني خضره ماكلتي معجبه. صافي خديت هنايا واحد الاناناسه، كنقلبها زعما واش طايبه بزاف ولا. خديت تفاح، كيعجبني انا التفاح هذا، ما عنديش من داك التفاح الحمار ولا هذا، كيعجبني انا التفاح الخضر. صافي هنايا غادي نبدا صراحه التقضيه، ما غنستفاش دابا، راه كنصور لكم انا راه الليل، راه لقيت شي 10 ديال الليل، عاد بديت الصراحه كعاد وصلتني لا كوموند، وقلت باش نوض انني نصايب شي حاجه خفيفه هكا لشهد باش ما نوضش بكري الصباح بكري نحيد عليا شي حاجه. هنايا قلت نصايب الرز والدور بلاصتو، بالنسبه لي الحاجه اللي غتحط في الكونجيلاتور ولا في الثلاجه حطيتها، والشي الاخر خليته حتى لغد لينا غتشوفوه ان شاء الله في الكماله ديال الفيديو. وصراحه ضروري خصكم ديروا لايك للفيديو، راه كنضرب التمارة بزاف على التصويره، كيبان لكم سهل ولكن راني كنضرب التمارة بزاف. شجعوني بلي لايك، لي كومونتير ديالكم صراحه كيحمسوني، صراحه عجبوني التعليق ديالكم في اخر فيديو اللي كنت حطيت. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش، غنخلي لكم في صندوق الوصف هنا ولا غتلقاوه في الاي الفوق. كنت خليت شويه ديال الرز سلقته، صراحه ما نطلقوش بزاف، مهم غير يدخلوا الطياب. ودرت انا قطعت الفلفله خضراء رقيقه بزاف على وتشاد، انا ما كتعجبهاش ليا الفلفله، وباش تاكلها ليا كديرها لها في هذه الوصفه هذه. قطعت الفلفله والثومه شحرتهم مع الزيت، زدت عليهم انا مطيشه قطعتها
قطعتها صغيره، حيت القشور نقيتها ودرتها هنايا، نخليهم حتى يدباو شويه، وغنزيد عليهم مطيشه ديال الحك، يعني طماطم مصبره، غنزيد الكمون اللي نعطيه لك ديروه في التكتوكه، يعني هنايا بحال اللي غديروا تكتوكه، يعني الكمون، تحميره، الملح، درت انا زدت شويه ديال العطريه ديال الكفته، ما عرفتش واش صورتها لكم في هذا الفيديو ولا لا، ولكن كنزيد شي شويه وكنخلي هذا الشيء يطيب عادي وصافي. وكنزيد عليهم داك الروز اللي انا طيب، صراحه كتجي خطيره. بالنسبه نتوما تقدروا تزيدوا اللي بغيتوا، كان عندكم حوت، يعني كروفات، حوت بياض، تقدروا تزيدوا كفته، دجاج، اللي كان عندكم. وصافي غنخلي هنايا المقادير يطيبوا ليا كاملين، ويطيب ديك المطيشه، الفلفله ديجا راها طابت، وصافي. وغادي نخليهم، قلت لكم غنزيد عليهم هذاك الروز، صراحه كتجي بنينه بنينه. تقدروا نتوما انكم ممكن تزيدوا عليها اللي بغيتوا اللي متوفر عندكم، ولا ديروها بشكل بحال اللي درت انايا هكا عاديه ما فيها حتى شي حاجه. فهمتي، كنحاول اني نوظف الجهد الخضره في الماكله ديالها، في الغداوات، انا زدت الروز صافي. وغنخليها غير غندي ونجيبو يتخلط ليا مع هذيك الخضره ديالي مع الفلفله والمطيشه، وصافي. وغندفع عليه البوطه، نخليه حتى يبرد وغنغطيه باش غدا حتى الغدا ان شاء الله، وغادي نصايبهم ليها في البواط ديالها. انا غندوز باش ندير ليها هنايا الشيفلور، صراحه كيجي خطير المذاق ديالو، عاوه كيبغي يتنكل سخون، يعني طيب بغيت يتنكل كيجي بنين. انا درت شويه ديال الماء مع مطيشه ديال الحك، خلطتهم، زدت عليها شويه تحميره، شويه سكنجبير والثومه، وشويه ديال العطريه ديال الكبسه. صراحه كنوظفها في كل شيء هاد العطريه، زيت الزيتون، وغنخلط هاد المقادير مزيان، وغادي نشرمل بها زدت شويه ديال الزعتر، حكيتوها كما غير من بين يديا، وغادي نشرمل بها هذاك الشيفلور اللي قطعته طريفات صغار، وغادي ندخلو للفران يطيب. يعني مسلقته ما حتى شي حاجه، راه ما مسلوق ما والو، غير نقيته وقطعته هكا قبل. صراحه كيجي بنين المذاق ديالو، خطير، خاصكم تجربوه. كنبغي انكم تجربوا هاد الوصفات اللي كنشاركهم معكم، وتخليوا لي الراي ديالكم كيفاش جاكم في لي كومونتير، ولا تصيفطوا لي التصاور ديال اللي جاتك شي اللي جربتوه، تصيفطوه لي في الانستغرام. راه ديما كنخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف، اللي مازال ما دخلش عندي الانستغرام يدخل. صافي دابا غادي ندخل هاد، راه كتبان لكم محمر ولا محروق، هذاك راه محروق شاغير مع الكاميرا، راه هو جابني. صافي ملي خرجت غندير لها شويه ديال الموتزاريلا، وغندخلها غير يدوب لي ديك الموتزاريلا، وغنعاود نخرجها من الفرن. وغادي نوريكم الشكل النهائي. وبالنسبه للساعه خرجت، عاد درت شويه ديال المعدنوس هكايا، غير هكايا فوق داك الفريمي، شوف صراحه كتاكلي كتحسي بنين، وراه دغيا كيطيب، يعني زعما ما كيبقاش قاصح ولا دار، كيطيب مزيان، كيجي خطير. صافي هنايا الصباح على غد لين، صافي خرج كلشي، مشى الزوج، مشى للخدمه، بنتي مشات للايكول، بقيت انا ملي درت كويسي، درت هنايا واحد طاست بالفرماج وشاكيوت، هاي خديت واحد المادلين، ودرت ليا واحد شويه ديال الفريز، وقالت صراحه راه مغطيه بالمنطره، كاين البرد هاد الايامات، تقول لي كديري مع هاد البرد. وصافي جلست فواحد، نتفرج فواحد البرنامج كيعجبني ديال 8 فنجان 8، صراحه زوين، وتا كنبقى نشقى وكنبقى نصنت ليه، كيعجبني زوين البرنامج، زوين صراحه، كيستافد منه. وصافي جلست بما انني ساليت وانني مقيله في الدار بحديتي، صراحه غندير غدا الكراز ونزيد عليه شويه الكفته، يعني غدايا طايب كلشي هذا، غادي ندخل ندير بواحد التدويشة اللي بصح باش نحس بنهاري يدوز مزيان. صراحه باش كنكون بحديتي راه كيعجبني، كنتهلا في راسي وكنرتاح صراحه، من داك النوع اللي ما انا بيتوتيه، ما انا يزعج الخروج، كيعجبني نخرج، وكيعجبني مره انني نجلس بحديتي في الدار ونتكالما وندير واحد الاجواء ديالي بحديتي. صافي هنايا خديت شنو غنحتاج، غير ديودورو هنايا، هداك بارفان لاطافا، كريم ديال فيشي، وداك الشيء المهم اللي غنحتاج. صافي هنايا ملي خرجت من الدوش، قلت غنمشي يا مريم حيدي عليك ديك التقاديه، ما تبقاش منشوره تما فوق البوطاجي. بصراحه شوفوا شعري هنا راه باقي فازق، ولكن راه ما داير لي حتى شي حاجه. كنت واحد الفيديو قديم شاركته معكم ديال واحد الزيت كنت كنصايبو في الدار، وكيفاش يعني الروتين اللي كندير لشعري. كاين اللي كيقول لي لا مريم انت حقا شعرك رطاب وحقا، انا شعري واحد اليامات راني قويت ليه من الصباغه اللي عيقت عليه وتحرق ليا، تصوري كتبقى كنبقى واخا كنصايبو كتبقى لي ديك الشميشه، هذاك البيبي هير من هنا من الجناب طالع، ما تيدير ما تهبطش، يعني شوك ليا ومع لاماج تقهر البحر ولا حاجه. ولكن كيقول لي لا مريم انت حقا شعرك رطاب، ولكن راه ولا حاجه.
هاد الوصف صراحة راه غير واحد جوج استعمالات ثلاثة غيبقى يبان لكم الفرق. غنخلي لكم نيت الفيديو في هو في صندوق الوصف، وغنعاود ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نحاول انني نشارك معكم هذاك الروتين ولا اللي كندير. هنايا صافي بديت نستف هنايا البصله صراحه ما خديتهاش من المرجان، كانت ديجا خديتها نهار قبل في النهار، خديت البصله وهذا البطاطا اللي خديتها من المرجان حتى هي الكاليتي ديالها كيكون الخضره جاتني زوينه. صافي هنا كندير لهم بابي باش ما كتكرفصش ليا هذوك الشبيكات اللي كنستف فيهم البطاطا ديالي والبصله. هادو ما كيتحتاجوش انني نديرهم في الثلاجه، يعني كنديرهم غير في شبيكه هكا كنحطهم هنايا حدايا ملي كنخرجهم من لاكور. صافي وغندوز من بعد باش انني غنستف بشويه بشويه. صراحه درت السنايا داك التستيف ديال ماشي نيت الخضره الديسير هنايا درت نديرو في هاد الشبيكه هادي باش يبقى هنايا حدايا. البنان كيف قلت لكم جاني شويه باقي خضر ولكن مزيان، اصلا كيبقى نشري ديما كيبقى غير يضيع ليا ولا هذا كنبقى ندير لي بيه لي بانكيك حتى كيطلع ليهم فراسهم البانكيك ديال البنان باش ما يداش ليا البنان. هنا الاناناسه صافي الخضره غنخليها حتى نمشي نستفها في الميكات، حتى هي غنخلي لكم الفيديو ديالها كيفاش كنستف الخضره اللي مازال ما شافش الفيديوهات واللي مازال ما دار ابوني واللي مازال ما اشتركش يشترك دابا في القناه باش تبقى ديما يوصلكم الجديد وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد للفيديوهات اللي كنحط. صراحه انا دايره واحد السيستم انني نتي لهاد الشهر ان شاء الله الا كتب انني غنبقى نحط لكم لي فيديو بزاف. غنحاول نعوض دوك الايامات اللي ما كنتش كنحط، غنحاول انني كنتمنى ان يكمل لي الله وفي هاد البروغرام اللي غادي به. هنايا هادو المايز والطون كنحطهم غير في بلاكار في واحد البواطه، ان شاء الله غادي نشارك معكم كلشي. هنا دايره واحد الركن ديال انا الحوايج ديال الفطور اللي كنفطر بهم وغادي دايرهم في بلاكار بوحدهم، يعني غنحاول ندير لكم جوله ديال البلاكارات شنو حاجه شنو كيفاش مستفاهم كيفاش دايره غير بشويه بشويه انا معكم. وكيف كنقول لكم ديما قولوا لي في لي كومونتير لي فيديو اللي كيعجبني اللي كيعجبكم انكم نصورهم لكم ولا شنو باغين تشوفوا في لي فيديو. صافي الخضره كيف قلت لكم هكا انا كنستفها، وغنخلي لكم فيديو ديال واحد كيفاش استفدت الخضرات نضيف ديال الثلاجه التنظيم ديالها. راه بزاف كندير لكم بزاف المرات ديال التنظيم ديال الثلاجه ديال الفيديو كاين بزاف عندي في القناه، غير الا رجعتوا للفيديوهات القدام راه غتلقاهم. وانا غنحاول نخلي لكم صندوق الوصف اللي باقي ما شافش لي فيديو القدام. هنا الخص صراحه ما غنغسلوش هاد المره حيت باغي يزيد يطول معايا اكثر، حيت كيبقى يخسر وجربت انني باش انني ما كنغسلوش كيقدر يصبر معايا. صافي غير غنحل الوريقات هكايا بيناتهم وغنديرهم في البابي هنايا وغنديرو في البواطه وصافي غنخليه. وحتى غنبدا انا نجبد الخص عاد نبدا نغسل شنو غادي نحتاج انايا، حقاش دابا انا يديا بوحدي يعني دونك عارفه ان شنو اللي مغسول شنو اللي مغسولش، يعني الثلاجه ما كاينش اللي كيقلبها ولا هذا يعني شاهد ولا هذا ما غنمشيوش يديروا صالاد ولا هذا، يعني ليا بوحدي. ومن بعد كلاس تغديت، انا كنت تغديت جيت درت كان باقي عندي الفريز، وبما انه كتعرفوا الفريز كيف ما كيقدرش يبقى مده طويله عندنا في الثلاجه كنجيبو كناكلو اللي باغي ناكلو وشي لاخر غادي نصايبو كونفيتور. هنايا كنت ديجا رقدتو شويه في سكر، زدت ليه هنايا ساشي ديال الفاني وشويه ديال الحامض وغنشعل عليه بوطه مهيله ونخليه يطيب. تشوفوا بدا كيدبل، انا صراحه ما كنطحنوش كيعجبني ناكلو هكاك طريفات، وغنخليه حتى ينشف من داك الماء ديالو كامل وغيتبدل اللون ديالو وغادي يتعسل. صراحه انا ما درتش، ما كيعجبنيش يجي حلو بزاف، يعني كيعجبني نحس بالحلاوه الطبيعيه ماشي بحال الكونفيتور اللي كنشريو من الزنقه. هنايا مزروبه نجربوه في الطوست باقي سخون، صراحه راه غنخليه حتى يبرد عاد نديرو في واحد القرعه ديال الزبده ونحشيه في الثلاجه. صافي هنايا غادي نقاد البيض ديالي، كنت خديت واحد شويه ديال البيض غنقاد انا اللي كنحتاجو باش يبقى شويه بحراره المطبخ الا احتاجينا نديرو كيك ولا شي حاجه، وشي لاخر كنديرو في الثلاجه حتى كنبغي عاوتاني حتى كتخوف تسخن ليا هادي ونبدا نجبد من الثلاجه عاوتاني ونحطها هنايا. تتر البيض صراحه ما واخداش كميه، ما بقيتش كنبغي ناخذ كميه كثيره. هنا غنشارك معكم واحد المشتريات اللي كنت خديتهم، تاو ما كنت خديتهم صراحه نهار قبل ولكن ما حليتوش بقاو قلت حتى نشاركهم مع البنات. خديت هنايا هذه العصاره ديال القهوه، هذه العاديه كانت الاخرى طارت ديال اليد بصراحه ولات قديمه عندي وصغيره وما كافيانيش كدير لي غير كوي صغيور القهوه. خديت هذه هاد بونامي يمكن ولا بونومي ولا شحال هكا
معقد. ونفس الماركه اللي خديتها في هذه المقيلات صراحه زوينين. انا راه كنصور لكم فيديو، راه كنت جربتهم انايا، ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه، يعني ما كتبقاش تكرفسي لا طيبتي ولا هذا، يلصق لك كلشي فيه، ولا ملي كتبغي تغسليه كتكرفسي. وكانت هذا هو الفيديو ديالي، اتمنى انه يكون عجبكم، وكي قلت لكم لايك الفيديو وكومونتير، واللي مازال ما اشترك يشترك. وغادي نخليكم ان شاء الله مع فيديو جديد ان شاء الله. وقولوا لي في الكومونتير معاش بالضبط يعني السوايع اللي كتكونوا مسالين باش انا نقدر نحط لكم فيه الفيديو باش تشوفوه. يلا بيزو كبيره لكم وشكرا لكم.